السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من ضمن حلويات العيد غنشارك معكم هذه الحلوة الراقية ولذيذة في المذاق. كتجي بسم الله على بركة الله، عندي ربعة ديال الزبدة 250 غرام بدرجة حرارة المطبخ، وكأس ديال السكر الصقيل غلاسي 100 غرام، سكر فانيلا 8 غرام. غنخلط هاد الزبدة مع السكر غلاسي والفاني، حتى يندمجوا ليا مع بعض. كأس إلا ربع من الزيت ما يعادل 150 ميل. بالنسبة للمقادير عطيتهم لكم بالجرام مضبوطين. غنخلط المكونات مع بعض حتى يوليو عندي بحال الكريمة. غنضيف بيضة كاملة وأصفر بيضة، وغادي نحتفظ ببياض بيضة على جنب غنخليه للتزيين. نصف كأس من اللوز مطحون بالقشرة ما يعادل 50 غرام من اللوز مطحون بقشرته. وعندي 3 ملاعق من النشا، إلا ما عندكم منش النشا ممكن ديروا لا كريم باتيسير. وغنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، الدقيق ضروري يكون منخول مغربل. وعندي كيس من خميره الحلويات من وزن 8 غرام، وحتى الخميره حتى هي نغربلوها. رشه ملح ضروريه. وغنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى نجمع الخليط. بالنسبه للدقيق اللي احتاجت ليا خدت ليا 700 غرام من الدقيق. ومن بعد ما جمعت العجين كتجي على هذا الشكل، هذا بهذا القوام، هذا كتجي رطبه، خاصها تكون بحال هكذا. وغنبدا نشكل، غناخذ واحد الجزء ونحطه على ورق الزبده وغنسرحه بالمدلك. غنصوب الشكل الاول، هاد العجين غنخرج منها ثلاثه ديال الاشكال. غنطلق العجين على ورق الزبده باش يجيني ساهل في الخدمه. وغنخليها بهذا السمك، هذا غناخذ القطاعه هاد الطابع هذا وغنبدا نشكل في الحلوه بهذا الشكل هذا، ونحاولوا ما نرقوهاش بزاف لان ما غاديش ندير وحده على وحده، غنخلي غير وحده بحال هكا. من بعد استفت الحلوه ديالي في اللاطه، غندهنها ببياض البيض، بياض البيض من الفوق،
وغنزينها باللوز إفيلي. وكان هذا هو الشكل الأول. بياض البيض كيخلي اللوز إفيلي كيلصق. وغندوز باش نشكل الشكل الثاني. غنزينو باللوز مهرمش اللي ديجا هرمشتو بالقشرة ديالو. غندهن الحلوة ببياض البيض من الفوق، وغنزين باللوز مهرمش المطحون بالقشرة. في هاد الأثناء راني دايرة الفران كيسخن، ضروري يكون الفران ساخن. ودابا غندوز باش نشكل الشكل الثالث. كناخذ الفوي وبدون طابع اللي غيخرج لي هاد الشكل هذا الرائع. كنكورهم بهذا الحجم هذا وكنضغط بالفوي اللي كيعطينا واحد الشكل اللي هو رائع بدون طابع. صافي غنستمر حتى نكمل. من بعد ما خرجت الحلوى من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للشوكولا اللي غنزين بها الحلوى، خديت هذه الشوكولا هذه من نوع جيد، ذوبتها وغنبدا نزين في الحلوى بهذا الشكل هذا. غنغطس غير الجانب ديال الكاطو على هذا الشكل هذا، وغنحط اللي زينته غنحط على ورق الزبدة. غنستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة ديال الشوكولا. ومن بعد ما خرجت الحلوى من الفران غنزينها بالسكر ثقيل من الفوق. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. عجين وحده تقدري تخرجي منه عده اشكال. غنغبرها بالسكر ثقيل، خليوها حتى تبرد، عاد فندوها في السكر الثقيل. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. شاركت معكم حلوى من حلويات العيد. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم.
حلوة راقية في الشكل ولذيذة بزاف في المذاق. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعة، كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. مع السلامة.